يا مساء الخير. مساء الخير دي مش كلمة عادية، مش بنقولها بس كده والسلام، لا، علمونا زمان إننا نصبح ونمسي على كل اللي حوالينا، وفي حاجة كمان، علمونا برضو إننا نسلم على كل مخلوقات الله. الكلمة أصلها بتفرق قوي في النفوس، وبتفرق جدا جدا في عقولنا كمان، ومن أخلاقنا الحلوة إننا نشكر ونمتن لكل حد فرق في حياتنا، سواء كبير ولا صغير، كل حد ساب في حياتنا أثر على مدار السنين بنقول له شكرا وبنمتن له جدا. ومن أشهر الناس ومن أفضل الناس اللي ساب في حياتنا، مش هقول جيلنا احنا بس، لأ، ده ساب في حيات ناس كتير، وما زال الجيل الصغير بيدور عليه كده ويقعد يتعلم منه ويسمع كلامه. فرق في حياة أمم وشعوب كبيرة جدا، مش هقول الشعب المصري والعربي، ده العالم كله. دكتور إبراهيم الفقي الله يرحمه ساب أثر وعلامة في نفوسنا وفي عقولنا، غيرت مسار وحياة معظم شبابنا. ولو عايزين تعرفوا النهاردة ضيف حلقتنا مين، خلوني أصبح على مروة الأول وبعد كده هي هتقول لكم مين. ازيك يا مروة؟ صباح الخير يا هدى. عاملة ازيك؟ صباح السعادة عليكم وصباح الخير. زي ما قالت هدى، احنا الحقيقة ما أعلناش عن الضيف، حاسبكم دقيقة مع الفيديو ده هتعرفوا منه مين الضيف عشان نبدأ حلقتنا. يلا نتفرج. وجودك نهجنا للمستحيل، والتفاؤل درب والهمة دليل، نحن صناع الأمل، نحن الأمل. معانا النهاردة المستشار الدكتور سيد الفقي، أهلا بحضرتك، منورنا ومنور الاستوديو. هو الشقيق الأكبر للدكتور الراحل إبراهيم الفقي، رائد التنمية البشرية في العالم العربي كله. بنرحب بحضرتك، أهلا بينا، أهلا بيك، منورنا يا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم. ازيكم؟ الحمد لله دكتور. أكونوا كويسين تبقوا مشكلة. الحمد لله دكتور. حياتك منورنا ومنور القناة ومنور البرنامج. نور شاي بلبن. نور شاي بلبن الحقيقة. اسم جميل. الله يخليك. ميرسي يا دكتور. احنا طبعا هنبدأ ببداية غير تقليدية شوية، وممكن تكون حياتك متعود عليها. احنا هنتكلم شوية عن الدكتور إبراهيم. لازم طبعا نجيب سيرته ونقول ان هو رائد التنمية البشرية، علم البشر كلها ازاي نعمل حاجات كتير قوي، علمنا طاقة ايجابية نتعلم منها، ما زلنا بنسمع فيديوهاته وبنتعلم منه بعد كل السنين دي، كل الاجيال من الجيل اللي عصره والجيل اللي ما شافوش. فبداية كده عايزين ناخد كلمة عن الدكتور إبراهيم. هو انا طبعا بطلع في قنوات كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا بطلع في قنوات كتير الحمد لله، وبروح ندوات كتير، وانا سني 77 سنه، داخل في 77 سنه. ربنا يديك الصحه. الحمد لله رب العالمين. وهنا ادوني ورده غير الورده بتاعتي كمان، حاجه عظيمه، قناه جميله وناس جمال. ابراهيم الفقي اسطوره مصريه عربيه اسلاميه، لان في اسطوره عربيه مصريه مسيحيه كده. هذا الرجل العظيم ابن مصر العظيمه ومصر ولاده، عمل طفرة وعمل جاب التنمية البشرية في مصر والعالم العربي ما كانش حد يعرفها. ولما جه مصر وعايز يشتغل في مصر قال لي انت اخويا الكبير، وانا طبعا كنت ولي امره في يوم من الايام، وهو زي ما كان بيقول العلماء ورث الانبياء، وانا واحد منهم، كان بيقول كده في التلفزيون بدون غرور. وفعلا ولما حتى اشتغلت معاه قال لي انا باخد ثواب سيدنا موسى وانت تاخد ثواب باذن الله سيدنا هارون، اللي هو اشدد بيه ازري واشركه في امري مثلا، يعني القران الكريم. فطبعا كلنا مليانين ذنوب، ده الكلمه ذنب يعني، بتبقى ذنب والعياذ بالله. قلت له انا معاك، بقول عليه هذا الرجل اللي بدا من تحت الصفر ووصل على القمه، وما زال حسب معلوماتي بيشوفوه 420 مليون بني ادم يوميا. ما زالت قناة اليوتيوب بتحقق مشاهدات لفيديوهات الدكتور إبراهيم ما حصلتش على مستوى العالم. على مستوى العالم، وده ما يحصلش مع أي حد. الناس كلها بتحبه، الناس كلها بتعرفه، من الغفير للوزير، من الكبير للصغير، كلهم بيعشقوه. ومصر ولاده بتجيب عظماء، من ضمنها إبراهيم الفقي وأم كلثوم ومصطفى محمود وغيره، ومش عايز ومن ضمنها المستشار سيد الفقي برضه. يعني بيقولوا لي أنا بيقولوا لي الأسطورة أخو الأسطورة، قلت لهم لا، انا بحب يقولوا لي ورده التنميه البشريه، عمده التنميه البشريه، عميد التنميه البشريه، ماشي. لكن الاسطوره اخو الاسطوره دي صعبه قوي. انا اخو الاسطوره، لكن يعني في الوطن العربي الحمد لله.
ومتكرم انا يمكن في اكتر من 10 دول عربيه عندي التكريمات طبعا والناس عازميني، لكن يعني انا وصلت سني سافرت كتير مع الدكتور ابراهيم وسافرت لوحدي كتير وداخليا ابراهيم فيه وداني من اسوان لحد مش عارف كل مصر كل جامعه مصر. المهم هذا الرجل هقول فيه كلمه واحده بسيطه لان دي بحب اقولها في حاجات كتير قلتها لانه طلع مني الزجل بنظريه الاوتوجينيك وانا في الفتره اللي جايه باذن الله تعالى هندرس وهندرسه يعني ناس معانا كمان متخصصين في الحاجات الغريبه اللي قالوا على ابراهيم الفقي ده انت بتسحر انت في عفريت بيكلمك ايوه زي الذاكره والتذكر والذاكره اللي ممكن تحفظ للطلبه للناس كلها اللي عنده زهايمر يتعالج من الحاجات من علوم الدكتور تمرينات معينه بيعملها بتخلي قوه الذاكره عنده قوه الذاكره عاليه انت دارسه خد حاجات غريبه عملها الدكتور ابراهيم الفقي وكان بدري يعني من سنه 90 وكذا عشان كده اتهموه بالسحر الاوتوجينكس كاتوما المديتيشن يعني في حاجه بيعملها كان وانا شفتها وتعلمتها منه الدقيقه ب 10 دقائق بمعنى انت شغاله طول النهار والليل او شغاله 15 ساعه في اليوم يغمض عينه كده ويوصل نفسه لمراحل في النوم الدقيقه تساوي 10 دقائق لو غمض عينه 3 دقائق كانه نام نص ساعه فدي تعمل فريش للانسان وهكذا العلوم دي لازم الشعب المصري والشباب المصري بالذات يعرفها كلها حاجات غريبه الكايزن لغه الجسد اللي هو البادي لانجوج دي الحاجات دي لازم الشعب يدرسها والناس تدرسها والناس تعرفها فبقول عليه بصوا شوف دكتور هيما بيعمل ايه بصوا شوف دكتور هيما قال لك ايه قفلوا النور يا اخوانا علينا ضلمه في ضلمه يا عيني علينا جالك هيما فتح النور فن وعلم وشرح وطول وبعد ما كنا في ضلمه يا ناس صباح الصبح قريت كراس شياكه من جوه ونور نور من جوه وشياكه من جوه عقولنا تلعلع قوه في قوه شيكو حليه واسم الله عليه ورحمه رب تحوم حواليه ما شاء الله رحمه عليه يا رب ده ابراهيم جميل وتاثيره ما زال علينا كلنا كان بيوصل للقلب بسرعه وبيوصل عقولنا يعني اي حد كبير او صغير كنا نقعد نسمع له بيوصل المعلومه بسلاسه مهما كان صعوبه اللي بيتكلم فيه او تقل الحاجه العلميه اللي بيوصلها بالظبط وعلشان كنا نقعد نفهمها ونفهم هو بيتكلم في ايه وايه الحاجات دي وازاي والكلام ده كله بس كان بيوصلها لنا بطريقه بسيطه ومريحه بتدخل العقل والنفس في نفس الوقت او بالقلب ده اساسي وانا بقى دلوقتي عايز اسال حضرتك المرونه بتاع الدكتور ابراهيم الفقي في ان هو يوصل المعلومه لفئات مختلفه وثقافات مختلفه وشعوب مختلفه دي محتاجه مرونه عقليه فكريه يعني بصراحه نادر لما نلاقيها في حد ان حتى النقاش احنا دلوقتي لما نيجي نتكلم مع بعض ده حقيقي ده في النقاش العادي يا مروه بنختلف ولا وانت ازاي مش معايا وانت ضدي وبنزعل لما بنلاقي التضاد وانت اصلك مش فاهم صح انا اللي فاهم لا هو الموضوع ان احنا بنفهم بعض ونتقبل وجهه النظر الثانيه ازاي دكتور ابراهيم يعني انا مش عارفه اتكلم عليه اقول ايه تاني في الحته دي بس حضرتك يعني حاجه غريبه ظريفه في حكايه ثقافه الاختلاف اللي هو علمها لنا برضه وعمل فيها دراسات لو حضرتك معاك جنيه ولو حضرتك معاك جنيه واديتيني كل واحد جنيه يعني اديتوني جنيه وانا معايا جنيه اديته لكم لازال كل واحد معاه ايه نفس الجنيه لو انت بقى عندك فكره واديتيني فكره بالظبط يبقى كل واحد معاه ايه فكرتين خلاص يقول لك الدكتور ابراهيم الفقي رحمه الله عليه او هيما يقول لك حط بقى الفكرتين في خلاط هنطلع فكره جديده فكرة فكرة جميله يختلفوا عليها يقول لك تختلف صح ازاي صح حلو قوي دي تختلف صح ازاي يس ما هو انت لازم تختلف ثقافه الاختلاف اللي هو ممكن لازم. نختلف في وجهات النظر من غير ما نخسر بعض انا مش زيك انا زي الزوج والزوجه طب الولد والاب طب الام اختلف صحيح صح صح في كارثه دلوقتي اللي هي كارثه الطلاق وكذا بسبب ثقافه الاختلاف اختلاف وجهات لو درسوا الكلام بتاع الدكتور ابراهيم الفقي مش هيطلق خصوصا ان كل واحد متشبس برايه بشكل انه مش عايز يسمع الاخر مش عايز يتقبل ده مش طلاق بس يعني المشاكل دي مش في البيوت بس ده احنا دي مناقشات على النت يا دكتور في الكومنت لو حضرتك حد كتب كومنت او حد كتب تعليق عند حد وما عجبوش نبدا نختلف وخناقه وفي الشغل خناقه ويعني الموضوع ما بقاش فيه عارف حضرتك اللي هو ايه طول بال اني اسمع وتقبل الحق اللي قدامي اوضح وجهه نظري واقنع حياتك بيها ازاي يبقى انا ما هو للاسف بقى هو الموضوع الناس حاجه ظريفه جدا مش بالدراسه حاجه ظريفه جدا بتتكلمي على المرونه انا شخصيا
مش هقول حتى الدكتور هيما لان انا اتعلمت منه، ده اخويا الصغير وابني وعلمني وعلم استاذي استاذ الامه العربيه كلها. يقول لك ايه؟ لو واحد في الشارع بص لك كده والراجل ده لابس بدله محترم وانت بدله محترم وبتاع وقال لك يا حمار، دلوقتي اي حد وما يعرفوش حتى هيروح ماسك فيه على طول اول حاجه يضربه الاول وبعدين يشوف. بعدين انت قلت كده ليه؟ لا قال لك انا هبص في المرايه اقول له لا انا مش حمار. بص المرونه. انا اشتغلت مع ابراهيم الفقي ده الاسطوره العجيب ده البني ادم الغريب العجيب. هذا الانسان انا كان عندي مرونه خدتها من شغلي ومن ابويا وامي 100% في تقديري يعني. اما اشتغلت مع هذا الرجل اخدت منه 100% ثاني تضاعف 100% ثاني. صح. ليه؟ بيدرس وعلمني المديتيشن والتنفس والتأملات خلاه يبقى هادي ويعرف ازاي يسمع. يعني مهارة انك تسمع زي ما بنقول ربنا خلق لنا ودنين وبق واحد عشان نسمع اكتر ما نتكلم. تسمع اللي قدامك وتفهم وجهة نظره وبعد كده عايز تعبر عبر، قول اللي انت عايزه مفيش مشكلة وما نختلفش. فطبعا اقول لك حاجة ظريفة، اقول لك يا مروة حاجة ظريفة. هذا الرجل قالوا له في تلفزيون تقريبا عمان او في الخليج يعني، قالوا له يا دكتور ابراهيم هو انت يعني بيسموك هنا مستر تفاؤل ومستر امل، هو انت وعمل حياته امل في التلفزيون الكويتي وهكذا بيسموك مستر تفاؤل ومستر، هو انت ما عندكش حد بيطعنك في ظهرك؟ ما عندكش مشاكل؟ أكيد يعني انت كل الناس يعني رايق؟ لا لا لا. قال لهم ثانيه واحده ثانيه ثانيه واحده، قال لهم انا المشاكل حبايبي والبلاوي قرايبي والطعن ابن عمي، بس انا بحطهم فوق بعض وانا قصير اقف عليهم اطول. دي نمره نمره اتنين اشتغل على نفسي. صح. هي دي نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 هي دي اللي هي قد قواعد عايش بيها. أيوه. قانون أيوه. قوانين كان أيوه. عايش بيها. تبص لايه يحتد او كذا ثواني ثواني. بس انت دلوقتي عملت لنا قانون جديد بقى يا دكتور، ده موضوع حلقتنا الاساسي. ايوه دكتور المستشار سيد الفقي مفجر ثوره الاخلاق، وده موضوعنا الاساسي بقى النهارده. انت كل الدنيا بتتكلم عن الموضوع وحياتك في كل الاماكن وكل القنوات بتتكلم عن نفس الموضوع. بدأوا وده اللي احنا فعلا محتاجين. يا ريت يا ريت والله يا دكتور الناس كلها تنتشر لان ده اللي احنا اكتر حاجه محتاجينها دلوقتي. لان احنا شايفين او يعني كلنا شايفين ان لو كل الناس رجعت الاخلاق تاني تحكم حياتنا كلها، حياتنا كلها هتتغير. فعايزينك بقى يا دكتور تكلمنا عن ثوره في الاخلاق. شوفي انا يوميا بقول محتاجين نصور في الاخلاق ومحتاجين نصور في الوعي ومحتاجين كمان لجوده المواطن. ايه هي جوده المواطن؟ نمره واحد يكون عنده اخلاق كريم، نمره اتنين يكون كفء. طب كفء ازاي؟ بالتدريب التنميه البشريه، ينمي نفسه هينمي اللي حواليه، هتنمي البلد الامه تبقى عظيمه وهكذا. يبقى الاخلاق ابراهيم الفقي نفسه بيقول نمره واحد يقول لك عيش كل لحظه كانها لحظه في حياتك. واول وصيه عنده انا عملت له الوصايه العشره، عيش بالاخلاق. صح بالظبط هي الاخلاق. هي طب من وجهه نظر حياتك بقى ايه اهم حاجه في الاخلاق احنا محتاجينها؟ الوقت الحالي اكيد طبعا، يعني الوقت الحالي اكيد احنا طبعا محتاجين كل الاخلاق، لكن في اقول لك اول حاجه محتاجينها والشباب بالذات الانتماء. الانتماء وفي قوانين الانتماء اللي عملها الدكتور ابراهيم الفقي وانا شخصيا عملت بعض هذه القوانين وبكتب يعني طبعا علمني هو اكتب وبدات اكتب حاجات. كتبت قصه حياته من الصفر الى القمه ومن القمه الى الله. ايوه حضرتك يعني اهدتني الكتاب وانا لازم اقول للناس كلها ان انا الدكتور ما شاء الله قال الكتاب وانا بمنتهى السعاده بشكر حضرتك جدا. الكتاب ده انا اللي كتبته بعد وفاته ما شاء الله، وعملت منه يمكن 5000 نسخه الحمد لله اشكر ربنا ان طلعتهم كلهم ما بعتش منهم حاجه هديه على روحه او صدقه جاريه العلوم اللي فيه على جوه. دلوقتي بكتب كتيبات بكتب مثلا هو كتب المفاتيح العشرة للنجاح تنجح ازاي؟ 1 2 3 4 10. لا انا كتبت المفاتيح العشرة للفشل، حضرتك عايز تفشل تحت امر ما تتعبش نفسك انا اقول لك تفشل ازاي؟ هوريك الطريق تاني. بس في الاخر بقول لك ايه؟ اسمع كلام الدكتور هيما من صوتك. ايوه ده موجود وده موجود. المفروض الانسان يكون عنده يقدر يفرق بين الصح والغلط. حسن الاختيار هو اللي هيختاره هيحاسب على الاختيار. والمهم فيها برضه الاخلاق. انا بقول يوميا وبتطلع بتروح الحمد لله جميع انحاء العالم جميع القارات والناس بترد عليا من اوروبا ومن امريكا ومن افريقيا ومن كل مكان، لان هو ده الحقيقي اللي احنا محتاجينه حقيقي. الامه العربيه حقيقي. صح. يعني صح. التقدم والتنميه وكل الحاجه اي حاجه في حياتنا محتاجه اخلاق. لو حكمنا العالم ازاي من اول علاقاتنا في البيوت حكمنا العالم بايه؟ بالاخلاق. الاخلاق مش زي ما بيقولوا بالسيف. نو لا لا خالص. مش بحد الكلمه بتبقى اشد وطأة من ضرب السيف. صح. يعني الكلمه بتاثر اكتر بكتير. صح. وبتعيش اكتر بكتير. يعني الكلمه بتعيش اكتر الكلمة. من اذا كان السيد المسيح كلمه، اذا كان القران كلمه، اذا كان سيدنا موسى كلمه. صح.
صح ومزاجك يعني ونشوف بقى لو كانت الكلمه دي كلمه طيبه أيوة. هتاثر في حياتنا ازاي وهتاثر في اخلاقنا وتاثر في تعاملاتنا مع بعض ازاي. ما بقول لك دكتور ابراهيم الله يرحمه الكلمه اللي هو كان بيقولها بتدخل عقلنا ونفسنا وقلبنا بتاثر فينا لحد دلوقتي وما زالت داخل في 11 سنه النهارده الكلمه بتاعته بتوصل للقلوب. ده حقيقي. طب يا دكتور دلوقتي كلمه الاخلاق ده حقيقي طبعا دلوقتي يعني بسبب التكنولوجيا ورتم الحياه التليفون المحمول ده كارثه ووسائل الاعلام والكلام ده كله. طبعا لو عملنا مقارنه بزمان ما كانش فيه الكلام دوت بكترته وعشان كده كانت رتم الحياه كان اهدى والناس كانت هاديه الزمن الجميل بيقولوا على الزمن الجميل هو واحنا والله نفسنا عشان كده بنقول نفسنا نعيش عليه ده حقيقي الزمن الجميل الزمن الجميل فعلا الله ينور عليكم الناس كانت هاديه وهو فعلا زي ما مروه بتقول احنا كل حاجه احنا هو ده اللي احنا عايزينه. هل كان في مشاكل؟ كان في مشاكل كان في بس الناس كان عندها ما بتسمع دلوقتي الناس خلقها ضيق مش مستحمله كلمه. لا انا اقول لك حاجه كانت كل حاجه سريعه خير في امتي اليوم الدين ده مش احنا اللي قلنا ده المن لا ينطق عن الهوى عليه الصلاه والسلام. اقول لك حاجه بقى غريبه الخير موجود بس صوته واطي ومؤدب الشر صوته عالي وقليل الادب. هو ان شاء الله في خلال برنامجنا يبقى صوته عالي باذن الله هيتعلم الاخلاق من الدكتور ان شاء الله يعني يتعلم الاخلاق من الدكتور يعني دلوقتي بوسائل الاعلام وسرعه استعمال الانترنت والكلام ده كله شايف ده حضرتك اثر ازاي على العقل البشري ان في فجوه يعني ما بين العقول البشريه زمان وحسن التصرف وحسن الالقاء والكلام والادب والذوق والكلام ده كله من دلوقتي تحس حضرتك ان في فجوه حصلت لان التاثير بتاع الاعلام والتاثير بتاع الكلمه بيأثر ازاي في عقولهم بالظبط في العقول البشريه دلوقتي بدات تخلي الاخلاق مع احترامي بتاع الحد كيرف نازل. اقول لك حاجه ظريفه من ضمن الحاجات من ضمن الاخلاق اخلاقنا كلنا احنا في اكتوبر نصر اكتوبر ده هاتي اي حد عنده 16 سنه او 15 سنه وقولي له انور السادات يقول لك دي محطه مترو. في ناس كده ايوه دي مدينه اسمها مدينه السادات. ايه يا عم ده نصر اكتوبر ده غير تاريخ الشعب المصري والشعب العربي. طب تعالي بقى لابطال اكتوبر. انا كنت امبارح في ندوه مع ابني وابن الدكتور ابراهيم الفقي ايمن عدلي وبيعمل ماجستير في الاسبوع الجاي بنحضر له فيه ان شاء الله الرساله بتاعته. وطلع واحد اسمه محمود خليل هذا الرجل من ابناء الدكتور ابراهيم في التنميه البشريه واخ عزيز ليا انا او ابني يعتبر بيقول كوبري 6 اكتوبر ومدينه 6 اكتوبر وكانوا موجودين معانا امبارح ابطال 6 اكتوبر قليلين معظمهم من دفعتي كلها ماتت انا شخصيا فانا كنت فرحان حتى بالناس اللي موجوده وناس حاربت وطلعت وانقذت مصر المنقذ والله. ايوه فين صورهم على كوبري اكتوبر؟ لا طب فين صورهم في مدينه اكتوبر؟ محدش يعرف عنهم. دي الاخلاق يا جماعه. نشكر ونمتن للناس اللي سابت اثر يعني عشان حتى زي ما الدكتور بيقول ان الجيل الجديد يتعرف عليهم ويعرف يتعلم يعرف اساميهم يتعلم احنا عملنا ايه مع الجيل القديم فهو لما يطلع هيعمل كده معانا يعني وتبقى حاجه متواصله. انا من فتره يا دكتور شفت حاجه مستفزه جدا ان كانوا بيعملوا ريبورتاج في الشارع فالمذيع بيسال واحد ماشي في الشارع بس شاب صغير وهو واقف في ميدان التحرير فبيقول له احنا في ميدان عبد المنعم رياض تعرف مين عبد المنعم رياض؟ فقال له ما اعرفش غير انه هو الميدان ده. يعني هي دي معلوماته بطل الحرب والسلام. انا قلت له ينصر دينك يا سادات يا اللي هزمت الفيت ووقت فعلا هزمهم لنا باراده ربنا. ايوه طبعا ناس ما تعرفوش الشباب الصغير ما يعرفوش ازاي دي كارثه. صح هي دي كارثه فعلا. طب بما ان احنا بقى يا دكتور انت ملك الايجابيه يعني طبعا. معروف عايزين دفع طاقه ايجابيه للناس يعني طبعا. عايزين نحس ان في امل يعني ممكن بالدراسه ممكن بالتعليم ممكن بالمثابره ويعني والناس تتعلم اكتر ان هيحصل تغيير ان شاء الله فعايزين دفع ايجابيه كده للناس نصيحه ايجابيه كده نعمل ايه؟ شوفي بالنسبه للشباب بالذات ابراهيم الفقي رحمه الله عليه هذا الولد الشقي او الدكتور هيما الشقي دكتور ابراهيم الفقي بسميه الدكتور هيما الشقي كان كنت اقول له هيما وهو صغير يعني وحتى الزجل بتاعي كله الدكتور هيما الدكتور هيما قال لي انت شهرت الدكتور هيما اكتر من ابراهيم ما شاء الله لان هو اللي طلعني اتكلم قدام الناس واتكلم في التلفزيون وكان ماسك لي المايك اقول الزجل حتى صورته موجوده على الكتاب. المهم هذا الرجل عمل عمايل رهيبه ثوره في الاخلاق عمل
ثوره في الوعي عمل، لدرجه ان ناس كتير لحد النهارده تقولوا لي ده هو استشهد باذن الله، ولكن بيقولوا لا ده حد يعني اغتاله عشان بيدي الوعي للشباب. هو جه مصر واتدفن في مصر وعلم مصر وعلم الوطن العربي عشان الشباب، عشان الشباب هو ده ذخيره المستقبل يا جماعه. وما زال اثره باقي والله في الجنه بجد، وما زال اثره باقي فعلا. فاحنا بنقول للشباب اصحى، اصحى من النوم يا شباب، اصحوا من النوم يا عرب، وحطوا اخلاقكم الاول. لان شوف التاريخ القديم، شوف الزمن الجميل، طب تعالى للعرب القدماء العظماء، طب تعالى للقدماء المصريين العظماء، حكموا الناس ازاي؟ وحكموا الدنيا ازاي؟ بالاخلاق. صح، بالاخلاق. فانت يا شباب الاخلاق الاول، زائد بقى حدد هدفك وامسكه كده اهو. الناس هتضحك عليك، اللي هيشدك من شعرك، اللي هيقول لك مش هتنجح. لا، انا بقول حدد هدفك وامشي عليه، اوعى تسيبه وتبعد عنه. دكتور هيمو قال لي عليه وقاله في كتبه وعلمه وفن. صح، عجب. ما شاء الله. طب حاجه اخيره يا دكتور. ايوه، انا عايزه ادخل في نقطه ان حضرتك قلت لنا في رباعيات الفئة. اه فمعلش يعني سريعا يا دكتور عشان معانا دقيقه. دقيقة بس. لا وعايزين حاجة كمان، حضرتك قلت لنا عن الست، انت حياتك عامل حاجة دي مهمة جدا، دي مهمة جدا. الست في حياتي انا امي رحمة الله عليها، وفي حياة الدكتور ابراهيم الفقي او الولد هيما الشقي. الست امي انا الله يرحمها، انا شخصيا رضعتني 3 سنوات عشان انا كنت الابن البكري بعد 4 بنات وكلام كده. فحتى ابراهيم الفقي في التلفزيونات وقدام الناس قال الحاج سيد اخويا الكبير ده شرب اللبن بتاعنا يا عم في ايه. المهم ان الناس كانت بتستقبل منه كل حاجه. الحاجه الثانيه، امي كانت بتدلعني لحد ما ماتت، وكان عندي احفاد سرح لي شعري وتاكلني فوقي. زوجتي رحمه الله عليها الصغيره دي جوزتها 16 سنه ودلعتني 45 سنه تاكلني تغطيني تنيمني تلبسني جزمه وشراب تعمل مش عارف ايه. طب الستات بتاع زمان، ما دي مش بتاع زمان قوي. فالمفروض كل الستات تعمل كده. ليه؟ لان الست هي الحياه والام هي الحياه، واللي مش عاجبه اديله على قفاه. واللي يجي على الست بقى شوفي بقى. ايوه اللي يأذي الست يبقى بيأذيني. نار جهنم يوم القيامه هيعيط ويقول لي خبيني. نار جهنم الحمراء هتلسعه هيصرخ ويقول اه يا ليلي اه يا عيني وعجبي. نبأ عاجل نبأ عاجل، اللي يأذي الست مش راجل. ايوه بقى. ايوه بقى. ونبأ عاجل نبأ عاجل، اللي يأذي الست عمره ما كان راجل. ونبأ عاجل نبأ عاجل، اللي يأذي الست عمره ما هيكون راجل وعجبي. صح كده. دي اجمل نهايه ننهي بيها حلقتنا. حضرتك شرفتنا ونورتنا، ويعني مش عايز اقول لحضرتك اديتنا طاقه ايجابيه. احنا مش عايزين ننهي اللقاء والله يا دكتور. لازم يكون لنا لقاء تاني. طب ربع جنيه كل واحد يا دكتور والله، يعني انت كنز لينا بجد يعني. ودي اجمل نهايه ننهي بيها الحلقه. الشباب الجميل اللي هيقوم بمصر وهيقوم بالامه العربيه انتوا ان شاء الله. احنا الحمد لله رب العالمين، ومع ذلك بنحاول ندي طاقه اقول لكم حاجه خطيره اعرفوها بس كان في ثانيه. طاقه الانسان، انت دارسه طاقه يعني. ايوه هدى. طاقه الانسان اقوى من جسم الانسان بكتير، ما يحسش بيها الا الكبير، كبير في السن عشان صحته، كبير في المعاد ما شاء الله. ايوه ايوه صح، عشان صحته. ولكن شرفتنا يا دكتور، انا عندي طاقه. مبسوطين بحياتك جدا جدا. الطاقه الجميله اللي خدناها يعني، انا بصراحه مش عايزه الحلقه تخلص يعني بصراحه. منورنا جدا. هقول لكم في عجاله، خليك فاكر إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. الكلام السليم. أشوفكم على خير إن شاء الله، وحلقة جديدة. شاي بلبن. خليك فاكر. خليك فاكر.